السلام عليكم. انا مشكلتي مع بين ولادي، يعني انا تزوجت في 95 95 تزوجت، يعني تزوجنا تاع الله رسول الله، يعني ما هو طامع فيه ما انا طامع فيه، تفاهمنا درنا وسخ الدنيا، درنا جرينا، جريت على راسي، خدمت ردمت، هذه جات واحد الظروف، السيد غوات والفلوس، يعني ما بقاش كيعرف شنو هي ولادو وشنو هي مرتو وشنو هي الحياة شنو هي هادي. صبرت، يعني دابا انا حل ولدة مع ثلاثة د الولاد من 95 لهنا، راني ولدة مع ثلاثة، عندي ثلاثة الوليدات معاه. الفلوس بدلاتو، الفلوس بدلاتو 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 بزاف كاع، اقصى درجة حتى ما بقاش كيعرف ولادو شنو كيسواو، كيقولك انا حياتي هي الفلوس، انا فلوسي احسن لي من كل شيء. وفعلا راه الا كذبت عليه ربي شاهد عليا، فعلا الهضره كيقول لك انا وصلت ما وصلنا لا، شوفوا نتوما شنو ديروا لحياتكم، داكشي اللي بغيت انا وصلته ودوزته في حياتي. عشت واحد الظروف قاسيه قاسيه بزاف، بحكم كنتقل وكنحاول معاه كنقول له شوف غير في وجه ولادك ما تخليش مشرضي ليا، ما تقول لي انا ما عندي ولاد، انا ولادي ولدتهم معاك انت دبر راسك مامتي، انا عايش حياتي دابا. انا الظروف اللي غادي نحكي لكم اخوتي ربي اللي عالي عالم بها، راه ربي شاهد عليا وربي اللي عالي، وعلم راه كنقول لك الواقع ما كنقولش تكذب، راه كنقسم لك بالله لشان وعد ما كنقول لك الواقع، راه ما راه كنت طرع على قلبي ربي اللي عالم به. قول بني تقولي بالي، قول بني خلاني مشيت نخدم، وانا محاليا دابا هادي 3 سنين انا باش طلقت منه، 3 سنين هادي باش طلقت منه، يعني فيما كيشوفني انايا وقفت على رجليا وتخطيت المحنه العقبه كيجي كيدمرني 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 بطريقه السحر، بتحرش الولد ديما كيعمل راسه بشي فكره اللي ما كاينينش. حامل كتاب لك نقسم لك في المصحف الكريم، ندي لك اليمين المصحف الكريم، ما كنقول لك نيجي خاتم القران، والفجر ما كانش كيفلتو وكانت الحياه حتى لهنايا، والجمع ما كانش كيدوز، سير دابا تشوف راه مكرط كلشي اللي كيلبس الحوايج ديال ولاد 20 عام، بقاش كيعرف شنو هي كاع كلمة، شنو هي كلمة كلمة الله، شنو هي اللي بغيتي انت. هو قال لي مش راه قال لي شتي انت، قال لي انت باغية أمية باغية الله الله الله، سيري تبعي الله، انا كباغي شي حاجة نعرف شي حاجة نشوف الحياة، شوف هي الدنيا شنو كتسوى، نحفر شنو شنو هي هادي شنو هي هادي شنو هي هادي. ورغم كنقول لك انت اللي خصك تنهي على المنكر، اما ما الانسان كيقرا القران وحامل وعارف شنو كان ديال هذا القران، قريته وعرفت واش كيقول، ولكن ما خرجنيش ما خرجنيش. هذا الهضره قالها لي، كنقسم لك والله الا قالها لي مباشره في وجهي، قالها لي تق الله الشيء اللي كدير، وكاين شي كلمات قالهم لي راني حشومه نقول لهم خليهم تقدم الله نعاودهم له، بحكم انا بسبب بحكم الطبخ ديالي، وهذيك كنت خدمت في واحد العرس في فاس، واحد العرس هو يا اصلا مغربي وعايش في تونس، وجا لعندي قال لي الطياب ديالك بالكلمه ديال التونسيه قال لي عجبني باعيه، طيابك بنين، قال لي بالكلمه بالدارجه قال لي طيابك زوين، قال لي غنحاولك تخرجي معايا البرد تبقي تخدمي لي الماكله، في هو كيستقبل دوك السفراء وكيستقبل دوك الوزاره داكشي تمايا، قال لي غتبقي انت طيبي لي الطبخ المغربي ديال في تونس طيبي لي تم. قبلت نط صابت له هو، وبعدا هو الاول صابت له الباسبور، ما كانش عنده الباسبور، قال لي غتمشي معايا انت وشوف لي شي واحد يمشي شيفور، قلت له بغيت نمشي معايا راجلي، قال لي ما كاينش المشكل مرحبا. نط سلفت الفلوس وعطيتهم له باش مشى صاب الباسبور وصاب كل شيء، نهار شت الباسبور في يديه هذاك النهار اللي غيكبر الباسبور، قال لي شتي انا درت الباسبور، هذا هو اللي غيوريك، وانا كنصحاب اللي غير كيضحك معايا، قال لي شتي هذا هو اللي غيوريك وجه الحقيقي هكا هي هذيك. نطيب العشاء جلسنا تعشينا تجمعنا، عيط لي السيد قال لي عافاك تجي غدا راه عندي الضيف جي طيبي ليا، مشيت انا وياه، هي هذاك رسا معنا قال لي شوفي انتيا غادي نعطيك 20 يوم غتلحقي عليا، غنقطع لك البيوت تلحقي عليا، الراجل ديالك غادي يمشي معايا دابا. قلت له واخا، دوزنا عنده داك النهار العشاء ديال الناس تعشاو الناس سالاو ولا غتليه، فعلا جمع الساك ديال جميع حوايجاتو مشاو وياه للمطار قطعوا البيي مشاو، قال لي تلحقي عليا. انا كنقلب فين نحط ولادي ما لقيتش فين نحط ولادي، انا بحكم الوالد ديالي الله يرحمه كان مجوج اربعه د العيالات، اربعه د العيالات في الدار اللي كنا ساكنين فيها، الوالد ديالي كان مجوج اربعه د العيالات، الام ديالي كانت مريضه بالزهايمر، يعني انا ما معتمدش على الوالده ديالي باش غادي تشوف ليا وتشد لي ولادي وتقابلهم ليا. عييت نقلب نقلب ما لقيتش، قلت له صافي
انا راه ما غاديش نجي، ولكن غندبر لك وحده حتى هي طباخه ماهره، وداكشي المغربي هي اللي غتمشي بلاصتي. فعلا صيفطنا السيده مشات خدمت معاهم، الله يسهل الله يعاونها. كنتسنى الراجل ديالي باش غادي يجي، بالمقابل بالله يجيب لي الفلوس وندير الاستقرار ديالي انا وولادي. هذا هو الحلم ديالي. صافي الشهر الاول الثاني الثالث قطع عليا الاتصال، ما بقاش كيسول فيا، ضرب فيها عام عاد بان. نهار بان ما جاش عندي حتى الدار، تلاقيت انا وياه غير صدفه، تلاقينا في مكناس، تلاقيت انا وياه. وهادشي كنقول لك نتحدى مباشره قدام، كان وياه نقولها لك قدام مفراسك راجع، قسم كبير لك ما فراسيش. هاك انا قاطعه ستوب، عارف ستوب ديال ممر الرجلين، انا قاطعه ديك الدور اللي تحكوا لي وانا كنضرب فيه وانا رجع اللور تدا ستوب. كنت انت هنا في المغرب وما تقولهاش ليا، قال لي راني جيت هذه السيمانه باش جيت. قلت له علاش؟ قال لي وانا شغلي هذاك انا قاد بي. صافي وكنشوف المنكر بعيني، وكنشوف اللي الله سبحانه وتعالى ما يبغيش، حتى فرمشتي ما يبغيش. كنقول الله يهديه الله يهدي الله يهدي الله يهدي. كنقول لك كنقول لك الواقع، كنلقاه متلبس. قلت لك راه كنلقاه متلبس، انا في داري في فراشي لقيته متلبس، لقيته مع واحد السيده مربينا حنايا بحال اللي كتقول اختي، مربيها الوالد ديالي، ربيها الوالد ديالي كانت عندها 11 عام 12 عام، كبرت معنا في الدار مع خوتي مع كلشي. كتسمى هذيك اختك؟ ما كتسماش بعيده عليك. لقيته معاها وناض هز النقاش وكيتوضا، قلت له اش هادشي كدير؟ قال لي الشيطان على الله. وحالاتهم حالاتهم حالاتهم. كانت الصعوبه كنصلي وكنطلب لك نقول يا ربي تبي الحق، كنصلي الاستخاره وكنقول لك نقول يا ربي هاد السيد اللي كان فيه الخير جمعش بلي بيني وبينه، كان فيه الشر بلي ما تفرق بيني وبينه، كفرق السماء على الارض. وانا عايشه هاد الحاله وعايشه الدل. شنو هو الدل؟ ديك لي الشياطه ديال خوته باش نبقى جامعة ولادي. دليت ودليت عالم عالم عالم، ما نقولكش العالم اللي لقى اللي قاسيت معاه. دليت وصبنت حوايج عباد الله، صبنت الوسخ د عباد الله، كنقول نكون جفافة على ولادي، نكون خدامة على ولادي، نكون شطابة على ولادي، نكون عزافة على ولادي. المهم غيبقاو ليا ولادي حدايا لي باش ما نشرطهمش. وداك الباب اللي حاولته انايا هو اللي مشى ليا ليوان، كيقول لي ولادها هزاز عليها ديك النقطه اللي باغيه هي ولادها تعيشوا من تحت منها، وقيسه في ولادها. وفعلا قاصني في الاولى وفي الثانيه وفي الاول، فهمتي؟ انا ولادي كانوا الصلاه والعباده والفجر كلهم، هذه براس اللي رايحه حامله كتاب الله، ولادي كلهم قارين كتاب الله كلهم. راه كانوا عندها هذيك عندها 3 سنين 4 سنين كنصيفطها من القران. كان الوالد ديالي الله يرحمه كيقول لي شوفي الصلاه والعباده هي اللي ما تخليهاش لولادك، يفلتوهاش صلا بوقتها والجمعه والجامع ديما وصلا 13 عام ديال العذاب المتعدي، وكيشوفني مدلوله وكيشوفني معذبه وما على بالوش كاع شكون انت. اه طلقنا وباقا متبوع، شنو هي مشكلته معايا الله اعلم. المهم باش ما يخلينش يشوفني انا شي حاجه اللي هي غنزيد بها انا الفوق، ما يمكنش. المهم كيعجبو الحال يشوفني مدمر. تصور العيد، العيد قلت له عطيني راه رزقي رزقي راه باقي عندك، عطيني باش نشري العيد الاولين باش نشري العيد. عطيني قلت له الله 3 مليون باقي كلشي باقي عنده، من 32 مليون شحال كتبقى؟ عطيني 3 مليون شحال كتبقى؟ ها الله يرحمها انت قلتي 29 ياك، و هادي رزقي رزقي خدمتها بعرق كتافي بعرق كتافي، وعارف هو براسو كيفتخر بها كيقول لهم انا الصحراويه عارفه مناضله، عارفه كتجيبها من فم السبع، عارفه مراه قاده هذيك راها فيها جوج رجال. شي انا الحيوط بنيتهم، الحيط الحيط بنيتهم، ضربت ضربت الملاسه، سيمت السطوحه، سيمت كيبغيو الناس وكيسيموها، كنقول لهم هذيك 3000 4000 تعطوها انا نديرها لكم، انا سيمت السطوحه وبنيت ودرت ما خليت ما درت هي باش ندير لولادي الدار ما نخليهمش، ماشي غير دمرني، عذبني عذبني عذبني. انت شنو عذبني؟ سهله معايا في خطره واحده، واحد شكون مات باه ومو ماتو كيرضاو عليا، انا مو مات باه مات لي في حجري، كيقول لي انا راضي عليك فاطمه، تهلاي في خالتك فاطمه. وديت بالكلمه ديالو بقيت مع كوسي حتى داها الله، وديت من النهارده تلقى غير داك الكلمات اللي كيقول لي والديك الله يرضي عليك وصاوك عليا. باه وصاه عليا، امو وصاتو عليا، با انا عاوتاني مات وصاه عليا، كيقول له تهلا فاطمة. جيت الحاج قدرت لواحد الصديقة ديالي عيطت ليها، كانت كتخدم معايا كانت كتساعدني في الخبز، كانت كتجي كتخدم معايا،
عيطت ليها قلت لها راني جيت لقيت الدار خاويه. جات لعندي ني لقيت الدار كتصفر، هزتني بحكم العشره وخلي ندوز انا وياها مده 10 14 عام انا وياها متعاشرين. جابتني لعندها كاريتي هي انا غيبيت، جابتني قالها شري لي هما انا جالسه معاها. مرت واحد المرضى ما نقولكش كنخوي الدم من فمي ونيفي، جاتني اوراجي من فمي كنخوي غير الدم والسخانه والسخانه طالعه عليا. كانت مش سكنه تخدم في الموقف 70 درهم وكتجي تجيب لي تجيب لي تشري الكينه وتجي تقول لي شوفي انا امك انا غتصك. ما نساش خيرها لا هي ولا هذا الانسان هذا. جلست معاها صافي هزيت على السيده هزا معايا الحمل وانا ما قدت. وديك السيده هي بحال كتكافى غير معاها تخدم نهار. ديك 3 ايام 4 ايام جيت لهنا سخفت انا حدا المحطه الطوبيس خرجت قلت لها بس كان مالك كيفاش وقع لي شو وقع لي. قلت له راه عندي ولادي راه مليوحين بنتي وبنتي وحده اخرى وولد هذيك كره لي هذا البيت هذا. وحسيت تعاطبوا ويا النص خلصنا شهرين 1000 درهم خلصنا الموطا. وقسمك بلي راه ولي كيشري الحليب ولي كيشري هاد الولد الا ولي كيشري لي والله ما نكذب عليك ربي شهد عليا ولي هز من الضانون ديالو بكلشي. دابا راني كنهضر معاك ورا العصب شدني من الراس خاص غير طرطق يا سيدي اللي كنقولو كنقولو خليت لك الله. دمرتيني انا وولادي ومحنتيني وعذبتيني. الا كنت فيك الانسان يعطيني غير رزقي ما كنتش فيك الانسان كنخلي لك الله. خليك الله هو اللي عارف الحق ما بيني وبينك. وتاجت انا لهاد الناس اللي صحاب هاد القناة هادو المحسنين من الناس العطافة اللي باقا فيهم الرحمة. بغيت غير الصقر نسقر انا ولادي. جيت هاد الحاج قدر انا ما نقدر ليش نعيش انا ما قداش صحتي ما بقاش كتحمل هاد الخدمة ولا هاد التأمرة ولا هادي. بغيت غير نستقر انا ولادي وبغيت المهنه ديالي نحاول نخدمها نقعدها باش نخدم ندير الخبز ندير هادو ونخصني المطاريه باش نخدم. الله غالب هذا هو الطلب ديالي اللي كنطلب.